أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن أكثر من 10,000 شخص يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبية خارج قطاع غزة، من بينهم أطفال. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلم فريق من الصحة العالمية والشركاء إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات الصحية لنحو 20,000 مريض في مستشفى الأهلي والصحابة في قطاع غزة، بالإضافة إلى 19,000 لتر من الوقود. من جهة أخرى، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القيود المفروض على الوصول والمخاوف الأمنية لا تزال تعوق جهود توسيع نطاق المساعدات الغذائية في القطاع، ما يؤثر على مئات الآلاف من المحتاجين. نظرات زائغة وأجساد هزيلة لم تعد تقوى على مقاومة عدوى المرض والحرب. مستشفيات غزة باتت خالية الوفاض، عاجزة عن تقديم خدماتها للفلسطينيين، وهو ما أدى إلى تفاقم الحالات المرضية، خاصة الأطفال الذين باتوا يعانون أيضا سوء التغذية. ابني أمجد القانوع عمره 3 سنوات، وزنه الصحي 5 كيلو، بيعاني طبعا من سوء التغذية، وبيعاني من مرض اسمه بارتر سيندروم، اللي هو عبارة عن نقص في البوتاسيوم، نقص في الصوديوم، نقص في الكالسيوم، نقص في أملاح الدم كلها. وعندي أيضا طفل مريض ورم سرطاني في الخصية، ولازم انهم يعملوا استئصال لهذا الورم لحتى انه ما ينشر في كل جسمه. فاحنا في شمال قطاع غزة لا يوجد اي مقومات علاجية، فيش مستلزمات طبية وما في كوادر طبية ايضا. العدوان الاسرائيلي الوحشي على البنية التحتية للقطاع الصحي في غزة ادى الى حرمان الاطفال من استكمال برامجهم العلاجية، وهو ما يهدد بقائهم على قيد الحياة. جوري عمرها 6 سنوات، تاريخ المرض تقريبا له 3 سنوات، لكن اكتشفناه قبل سنة، ومرض كانسر في الراس معاها، وعملنا الحمد لله عملية، لكن ضل ورم في النخاع، فهذا الورم صعب ينشال، فالحمد لله بتاخد كيماوي، بس اجت الحرب ووقفت العلاج وصار في سوء تغذية، فصارت صحتها تدهور. الطفلة ياسمين شخصت إصابتها بسرطان الدم اللوكيميا، إلا أن محاصرة قوات الاحتلال للنازحين الفلسطينيين في موقع تلو الآخر أجهد ياسمين التي تعرضت مع عائلتها للتجويع، وهو ما يفاقم المرض مع عدم حصولها على العلاج اللازم. من تاريخ 6/5/2024 تم تشخيصها بسرطان الدم لوكيميا، من هذاك الوقت هي تحويلة جاهزة، الأمور منسق لإلها، بس لكن المعبر مغلق، ما قدرناش نطلع أو نقدر نغادر، يعني سواء كان من الشمال إلى الجنوب كان الوضع كتير صعب. الاجتياح الأخير كان كتير جدا صعب عليها، لأني أنا قدرت أن أغادر المستشفى، وتحصرنا أسبوعين، ما فيش أكل، فيش إشي نشتري في السوق أصلا، نشتري ناكله، ما فيش معلبات، ما فيش شلة للطحين حاليا، وحتى كمان بصعوبة، وسوء التغذية كان من ضمن، يعني بيقولوا لي الدكاترة غدية فيش علاج. طب أنا من وين أجيب غذاء إلها أطعميها؟ وفيش علاج، فيش إشي، وفيش حاجة. الاجتياح الأخير عمل تدمير بشكل كلي للبنية التحتية، فيش يعني حياة صارت في المعسكر، فيش مية، فيش أكل، فيش شرب، مقاومات الحياة جدا صعبة. ويواجه المرضى في غزة تهديدا حقيقيا، وخاصة بالنسبة لحياة مرضى الأمراض المزمنة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار حرب منع الأدوية والمهمات الضرورية عن المستشفيات والمراكز الصحية.